السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة بيتي وبناتي. اليوم كيف ما تتشوفوا حضرت لكم هذا النوع ديال الصابلي اللي هو جديد، طريقة جد سهلة وراقية بزاف. وهاد مجموعة ديال الحلويات كاين منها اللي حطيت في القناة وكاين اللي مازال ما حطيتهاش، فما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. وندوزو دابا الصابلي ديالنا. كيف ما تتشوفوا البنات، انا عندي نسلي، عندي حك تاع نسلي مع 4 المعالق ديال الجليكوز، سخنتهم فوق البوطة ومن بعد غادي نخدم بهم بهذه الطريقة. هذه غادي ناخد كمية قليلة، غادي نحطها على صابلي من الفوق كيف ما تتشوفوا، ومن بعد غادي نلصق لي هاد اللوز افيلي اللي تا هو حمرته في الفران ولكن خليته ابيض، يعني غير نشفته وحيدته من الفران. بالنسبه لبنات هذا الفيديو فيه غير طريقه تزيين، اما العجينه ديال صابلي فهي حاطاها لكم في القناه من قبل، وغادي نعاود نحط لكم الرابط في صندوق الوصف مع المقادير. الفرق اللي غيرت بها البنات بين هاد الصابلي والاخر هو انني هاد الصابلي هذا استعملت فيه الزبده ديال العبار، يعني 250 غرام ديال الزبده ديال العبار، والطريقه والمقادير اللي نفسهم الاخرين، راه غادي تبدلوا غير الزبده ولا ديروا زبده مارغرين كيف ما درت في الفيديو. الفرق هنايا في الزبده هو البنه تاع الصابلي تيجي بنين قطر وشيش قطر. صافي البنات، زين ديال الصابلي على هذا الشكل هذا. ومن بعد ناخد هاد الحبه ديال الصابلي اللي ما مطقوباش من الوسط، غادي ندير عليها شويه ديال الخليط من الوسط ونحط عليه الصابليه الاخرى. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا اللي جا فعلا راقي ولذيذ بزاف بشهادة كل من ذاقو، وتنتمنى انكم تجربوه ويعجبكم. ونتمنى البنات انكم تشتركوا في القناه، فهي قناه خاصه بالحلويات وبالطبخ بصفه عامه. نتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ما تنسوش انكم تبارطاجيو الفيديو الى عجبكم، وخلوا لي كومونتير في الفيديو وتنتسنى التعليق ديالكم، وما تنساش كذلك انكم ديروا جيم الفيديو الى عجبكم. نلتقوا ان شاء الله في فيديو غدا، وكذلك هو فيديو ديال حلوه تاع الدكيك، نتمنى انها تعجبكم فهي فعلا جات هي جديده بزاف. وهذه الكميه اللي كانت باقا ليا، باقي كيف ما شفتوا كانت عندي كميه كبيره ديال الصابلي، وانا تنخدم تنعاود ندير السلوفان باش ما تفزق لياش، ما ترطبش ليا الحلوه وتجي مقرمشه. دائما منين تخدموا الصابلي ديالكم حاولوا تغطوه بالبلاستيك ولا ديروا في بواطه باش ما تدخلش ليه الرطوبه. وبعد واش قد ديالي كما قلت لكم، نخليكم الفيديو الجاي ان شاء الله.